سانس كلمه مناسبه افتتاح خيمه قطريه الفعاليات والانشطه اللي عرفتها يعني خيمه اليوم يوم الافتتاح. اليوم كان افتتاح الخيمه القطريه وعرفت حضور ديال رئيس مجلس البلدي وكانت يعني ترحيب يعني اللي باغي يمشي يزور قطر بمناسبه كاس العالم بمشاركه المنتخب المغربي كذلك اللي كان حاضر. كما شفتوا الافتتاح كان هناك طاقم مراكشيه